يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات. نذكر بالتوقيت الأفضل، هو توقيت حامي وشعار الشبل، والشبل أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، من قدم في انطلاقات أول المهجنات الأصايل حامي قاطع للخمسة كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 7:29 خمس أجزاء من الثانية. سلام يا زاخر، سلام، تهانينا والناموس لأبو حمد داعم هذا الشعار بهذه النوعيات الفريدة، سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. هكذا هي الانطلاقات، هكذا هي الاندفاعات. شوطنا العاشر أعلنت انطلاقته للبكار المهجنات الأصايل اللي جاية، سن المفاجآت، سن التألق والإثارة. نسير في هذه اللحظات، نبدأ بالتعرف مباشرة على الأسماء المتقدمة والحاضرة في هذه اللحظات، لحظات ما بعد انطلاقتي واندفاعتي هذه الشعارات. أتقدم مع المركز الأول، أتقدم مع الصدارة والمركز الأول الظبي، الظبي 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 على المركز الأول. لكن عفوا، هذه خيرة، خيرة وعشاف الأمر، خيرة علي بن سعيد بن سالم بن سالمين النعيمي يتقدم في هذه اللحظات مقدما خيرة من الجانب الآخر. هذه اللي تسللت غلا قادمة، علي بن خليفة بن سعيد بن عنتر الغفلي قادم على المركز الأول مباشرة مقدما انطلاقاتي غلا على المركز الأول. المركز الثاني الجساسية قادمة بشعار محسن بن سالم بن حمد المالكي. المركز الرابع هذه اللي تسللت يا أبو حمد، الظبي راشد بن سعيد بن غافان اليابري قادما مقدما الظبي على المركز الرابع والمركز السادس. مزون مزون مزون، لكن هذه اللي تسللت نو نو قادمه نو. خميس بن عبد الرحمن بن زعل الشامسي قادما مقدما المركز السادس. هذه مزون، خليفه بن محمد بن زهره الخيلي هل النايفه قادمين مقدمين مزون. وكذلك هناك القدوم من قبل بداية قادمة سليم بن رملي بن محمد بن مطر العامري. شوف الأسماء يا هي من أسماء قادمة، شعار الخيارين قادما في هذه اللحظات. الثريا قادمة، سيد بن محمد بن زايد الخيارين قادم مع الثريا. المركز التاسع هذه اللي تدخلت، هذه غزوة، عابر بن خلفان بن محمد الهاملي يقدم غزوة. والمركز العاشر الشرود لحمد بن خويتم بن مخيت العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا ندان الأول لهذه الأسماء. غادرنا لوحة 2 كيلومتر، 2 كيلومتر متبقية، 3 كيلومتر ولا زالت غلا على المركز الأول. لا تغفلوا عنا الغفلية ليطير بهذا الشوط. هنا مع غلا خليفة، علي بن خليفة بن سعيد بن عنتر الغفلية يتقدم على المركز الأول. ولكن هذه اللي وصلت، هذه اللي تسللت، هذه نو نو قادم بن زعل الشامسي. خميس بن عبد الرحمن بن زعل الشامسي يقدم نو على المركز الأول في هذه لحظات. المركز الثاني غلا، المركز الثالث هنا القادمة شواقة، شواقة أول ندى لشعار شواقة سالم بن خليفة بن شطيط العويسي قادما مع شواقة على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت متعبة في هذه اللحظات، منصور بن سيف بن راشد بن سالمين المنصوري أول ندى لشعار بوسيف على المركز الرابع. المركز
الخامس، هذه اللي وصلت، هذه اللي تقدمت في هذه اللحظات. منصور علي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري يقدم منصور، والشرود لحمد بن خويت بن بخيت العامري قادم. شوف القادمه، وصلت انذار محمد بن حليس بن راشد بن حليس الاكتبي قادم مع انذار. شوف القادمه جلموده سالم بن سعيد بن منانه الاكتبي قادم في هذه اللحظات. محمد بن سالم احمد بن سالم هنا بن منان القادم في هذه اللحظات مقدما انطلاقات جلموده. هذه لابن الهطاري عند مغادرتنا للكيلومتر الاخير. اعود الى الصداره يا اهل اللقايه، يا اهل المهجنات الاصايل، لمن ناموسي هذا الشوط، لمن الصداره. اعود الى المركز الاول، نوع المركز الاول خميس بن عبد الرحمن بن زعل الشامشي ما عاودها حتى هذه اللحظات، عصاها في الابطان. المركز الثاني قادم لغفلي بن عنتر قادم على المركز الثالث. شوف بن حليس قادم مقدما انذار محمد بن خليفه بن راشد بن حليس، واحمد بن سالم بن منان قادم في هذه اللحظات مقدما. المتحدي الصغير قادم مع جلموده احمد بن سالم بن منان بن منان الزعبيل الزعبيل، واللحظات الاخيره الزعبيل والامتار الاخيره. وانذار بن حليس قادمه، بن عنتر قادمه، الامتار الاخيره. المتحدي الصغير المتحدي الصغير يتحدى الكل، يقدم جلموده جلموده. سلام يا زعبيل سلام، تهانينا والناموس لمالك جلموده. المتحدي الصغير احمد بن سالم بن سعيد بن منانه الاكتبي المركز الثاني. هذه اللي وصلت انذار لمحمد بن حليس الاكتبي. المركز الرابع المركز الثالث وصلت واللي وصلتنا بشعار بن عنتر غلا علي بن خليفه بن سعيد بن عنتر الغفلي. هكذا هي النتيجه. نعود الى جلموده وشعار احد القادمين من زعبيل، والمتحدي الصغير خطف هذا الشوط بطريقه واسلوب هذا الشعار. 7:34 سبع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لاحمد بن سالم بن سعيد بن منان الاكتبي على فوز جلموده بالمركز الاول. المركز الثاني 7:36 جزئين من الثاني انذار لمحمد بن حليس بن راشد بن حليس الاكتبي اللي وصلتنا على المركز الثاني. والمركز الثالث غلا 7:36 خمس اجزاء من الثانيه غلا لعلي بن خليفه بن سعيد بن عنتر الغفلي. تهانينا والناموس للجميع. Thank you.